ماشي، وبشتغل اصلا بنادي دافرانجي، وهوايه الرسم الحاجات دي من اول الثوره. انا بقالي سنتين في الثوره. يعني بنقول له نحن لا نطلب منك الا الرحيل، لا نطلب العيش من خباز بخيل، ولا حريه من مكبل بالدليل، ولا عداله من رئيس وراء رجاله. لم نطلب منك حتى حق الشهيد، فالقاتل معك والايد في الايد. بعرف ارسم لوح، بس بالنسبه للكلمات الحدث هو اللي بيفجر فيها كل. مفيش احداث يعني، لو مفيش ثوره خلاص ولا وانسى حكايه الرسم وانسى حكايه الشعر وانسى كل حاجه. ما بجريش ورا التفكير يعني، ممكن وانا بتكلم معاك كده انت تتكلم كلمه تيجي في دماغي انا بحاجه تانية، يعني تيجي في دماغي بفكره خلاص، فبأيد الفكره دي وافضل اي فكره تجيلي ايدها، وبعدين بصمم بقى على روحها الخص الفكرات دي كلها لحد ما اطبقهم مع بعض. اولا انا رسمه وشال البقجه بتاعت الرحيل للنسوان لما بتطلق ولا لما بتتهاجر ولا بتاع، شايلها على كتفه، ورسمه ان هو همجي في شكل الجلابيه، وعشيرته موجوده في افغانستان اللي هي الارهابيين وبتاع، اللي هو مفروض هو والاخوان متربين في الصوت. فبقول له ارحل، هي دي بلدك اللي انت هتاكل فيها عيش وملح، وهتقدر عشان انت ما تقدرش تستغنى عن الارهاب انت والاخوان بتوعك.